وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور علي العنزي، رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود. مساء الخير سيد علي. يعني ترافق مع إطلاق الحوثيين الصاروخ الباليستي باتجاه الرياض تغطية واسعة لقناة الجزيرة، خلت من أي مسحة إنسانية تجاه حدث كان من الممكن أن يتسبب بكارثة إنسانية، كيف تعلق على ذلك؟ أهلا ومرحبا بكم والشكر لكم والمشاهدين الكرام. ما في شك أن قناة الجزيرة سقطت منذ أن انتهجت هذا النهج وانكشفت للمشاهد العادي قبل أن تنكشف للخبراء والمهتمين في مجال الإعلام في تغطيتها، لكنها تعرت تماما خلال ما يسمى بالربيع العربي. لم تكن قناة الجزيرة قناة تعتمد على الحيادية وعلى الموضوعية منذ تأسيسها، لأن أسست لهدف محدد وهو الزعزعة وعدم الاستقرار لهذه الدول ونشر الأكاذيب ونشر الفوضى، لأنها هي أنشئت لهذا الهدف. نعم. لذلك لا نستغرب ما قامت به من تغطية قبل وبعد إطلاق الصاروخ على مطار الملك خالد الدولي. نعم. هذه القناة الحقيقة تبتعد كل البعد عن المهنية الإعلامية، هي قناة أصبحت مؤدلجة، قناة مسيسة، قناة تهدف لخدمة أهداف خارجية، طبعا ممولينها، حاضنينها، منشئينها، هم يهدفون إلى زعزعة استقرار المنطقة ونشر الفوضى في المنطقة. الكل يعرف، وهذه معلومات دقيقة، كيف سقطت كيف انخفض عدد المشاهدين في أوروبا والولايات المتحدة لقناة الجزيرة من بعد بدء الربيع العربي وانكشافها، خصوصا بالجزيرة عبر الكيبل، انخفض من 38 مليون إلى 4 مليون، وهذا شاب انخفاض حاد عندما اكتشف هدف هذه القناة. لذلك لا نستغرب أي شيء من قناة الجزيرة، هي قناة مسيسة. والحقيقة وهذا ما يؤلم الشخص، أن هناك لا زال هناك من يشاهد هذه القناة وينظر لما تقوله هذه القناة. اليوم هي تؤجج ليس فقط هذا الإطلاق، وتؤجج أي خبر يتعلق سواء بالمملكة العربية السعودية أو مملكة البحرين أو مصر أو الدول الشقيقة التي تدعم الاستقرار في المنطقة. نعم سيد علي. نعم سيد علي، الجزيرة لا شك مثل ما تفضلت اتهمت أيضا في السابق من مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة بدعم الإرهاب، يعني هي ما زالت على نفس هذا المنوال الداعم للإرهاب. يعني لا ينبغي الانتقال من مسألة الإدانة لهذه القناة إلى مقاضاتها؟ بلا شك حيأتي اليوم الذي تقاضى في هذه القناة، وبلا شك أن القناة اتهمت من الجميع، ولكن هناك بعض الدول التي تكون اتهاماتها من أجل التغطية على هذه القناة. نعم. يعني هناك دول تتهم القناة بأن تغطيتها غير منصفة تجاه هذه الدول، وهي في قرارة نفسها تريد أن تجعل من هذه القناة أنها موضوعية وأنها ضد السياسة التي تنتهجها هذه الدولة. نعم. ولكن في الحقيقة لو رأينا أن هذه القناة تتماهى مع السياسة الإيرانية ومع كل سياسة تحاول أن تزعزع استقرار المنطقة، وكما ذكرنا في السابق منذ أن أنشئت هذه القناة والهدف واضح. نعم. لهذه القناة وقامت بوظيفتها ودورها على أكمل وجه، واليوم بدأ المشاهد العادي، العديد من المشاهدين، وأنا خصوصا في يعني في قطاع الطلاب وطلاب الإعلام عندما نسألهم بدأوا الآن وأدركوا منذ فترة ومنذ أن أيضا برزت الأزمة الخليجية أن هذه القناة بعيدة كل البعد عن المهنية وعن الأخلاق. نعم. الشرف الأخلاقي الإعلامي وعن كل ما يمت للإعلام من موضوعية، فهي قناة محرضة، قناة مضللة، وهذا ما انكشف خصوصا بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ من ميليشيا الحوثي واتباع علي عبد الله صالح. نعم. هذه القناة. نعم. تشجع. نعم
نعم سيد علي، اكتملت الفكرة من الرياض دكتور علي العنزي رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.